أظهرت تسجيلات مصورة نشرت اليوم عددا من عناصر قوات الأمن وهم محتشدون في ساحة سجن حماة المركزي وسط مخاوف من عزمها اقتحام السجن مرة أخرى. وبحسب مصادر إعلامية فإن قوات النظام أفرجت عن 32 من المعتقلين وفق اتفاق أبرم مع إدارة السجن. جاء ذلك بعد ضغط من السجناء عليها، حيث نفذوا استعصاء أول أمس وأسروا 3 ضباط وعدد من عناصر الأمن العسكري. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكاي من ريف حماة الناشط الإعلامي حسن العمري. مرحبا بك حسن. مصادر إعلامية تحدثت عن اتفاق بين النظام والمعتقلين داخل سجن حماة المركزي، ما تفاصيل الاتفاق لديك؟ نعم، مساء الخير لك أستاذي ولكل المشاهدين الكرام. حقيقة لم يتم أي اتفاق إلى هذه اللحظة بين معتقلين الرأي في سجن حماة المركزي الذين ينفذون استعصاء في سجن حماة المركزي وقوات النظام. حقيقة قوات النظام أفرجت عن 32 معتقل من معتقلين الرأي، طبعا كبادرة حسن نية وليس باتفاق بين الطرفين، قاموا بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين. اليوم أيضا قامت قوات النظام بطرح 14 اسم من المعتقلين للإفراج عنهم، أيضا كبادرة حسن نية وليس اتفاق. المعتقلين يطالبون بالإفراج عنهم ككل لكي يتم فك الاستعصاء. هم يعلنون عن استمرار استعصائهم إلى أن يتم فك أو الإفراج عنهم جميعهم. تقريبا 870 معتقل رأي في سجن حماة المركز ينفذون هذا الاستعصاء، يطالبون الصليب الأحمر والأمم المتحدة بالدخول إلى سجن حماة المركزي وضمان خروجهم إلى المناطق المحررة سالمين. طبعا هم يأسرون الآن أو بين أيديهم 10 رهائن، 3 مساعدين و7 من عناصر الشرطة. طيب، لا يوجد بين الضباط. وردنا أن النظام أفرج وفق اتفاق مع معتقلين في سجن حماة عن 30 سجينا ونقلهم إلى ريف إدلب، ما صحة هذه الأنباء؟ نعم، قلت لك أنه تم الإفراج عن 32 من المعتقلين كبادرة حسن نية من النظام وليس باتفاق. المعتقلين الذين يقومون بالاستعصاء هم ما زالوا ينفذون الاستعصاء ولم يتم اتفاق على أي نقطة، ولكن المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم هم كبادرة حسن نية من النظام. وذكرت لك أيضا أن النظام أيضا طرح أسماء 14 معتقل يتم طيب الإفراج عنهم. وردنا أمر أن النظام قام باقتحام السجن من جديد، كيف يبدو الوضع الآن في السجن؟ نعم، حقيقة عصر اليوم حاول الاقتحام ولكن لم يستطع، يعني لم يتم إطلاق نار وإنما فقط غازات مسيلة للدموع، لكنه لم يستطع. حشد عدد كبير حقيقة من شبيحته وعناصر الأمن الجوي انتشروا في الساحة العامة أو في الباحة العامة للسجن وعلى أسطح مباني السجن، ولكنهم لم يستطعوا الاقتحام وبالتالي خرجوا وانسحبوا ليتم إدخال وفد من الهلال الأحمر. نعم. وتم طرح كما ذكرت لك اسماء 14 معتقل يتم الإفراج عنهم، ولكن حقيقة المعتقلين رفضوا الإفراج عنهم أو فتح الباب الرئيسي ليتم الإفراج عنهم، وطلبوا من النظام أن يتم الإفراج عنهم عبر باب صغير يتم فتحه ويتم إخراج المعتقلين الذين تم طرح أسمائهم ليستلمهم الهلال الأحمر، ولكن النظام رفض طلب إخراجهم عبر الباب الرئيسي. هذا ما رفضه المعتقلين لأنهم يتأكدون من أنها مكيدة من النظام، يريد أن يتم فتح الأبواب لكي يتم أو يتم اقتحام السجن بسهولة. نعم، شكرا لك من ريف حماة الناشط الإعلامي حسن العمري.